اربح لغاية 40,000 ريال سعودي يومياً. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدي شاشة خليجية في موعدنا الثابت والمتجدد من كل أسبوع، الموعد اللي نجري فيه السحب على جوائز مسابقة حياتك أحلى على شبكة روتانا. ومثل ما عودناكم الجائزة اليومية اللي يصل حدها الأعلى إلى 40,000 ريال سعودي أو 10,000 دولار أمريكي. وبالإضافة هالأسبوع راح يكون في عندنا جائزة خاصة ونصد ذهب عيار 18 قيراط مقدمة من شبكة روتانا. إذا راح يكون معنا 7 فائزين والفرصة لسه ما فاتتكم، والموضوع بسيط جدا، رسالة واحدة بكلمة انضم لرقم بلدك. اربح لغاية 40,000 ريال سعودي يوميا. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. إذن مشاهدينا صارت الآن اللحظة اللي نعلن فيها عن أسماء فائزين الستة بالجوائز اليومية لهالأسبوع. ومثل ما قلنا الجوائز اليومية يصل حدها الأعلى إلى 40,000 ريال سعودي. من الستة الأوائل اللي فازوا معنا خلونا نشوف: خميس سليمي من عمان، ومحمد أبو زيد من الأردن، ومحمد عبد المجيد من السعودية، وائل الشمري من قطر، كلثوم الكريم من البحرين، والسادس فريد الفارجي من المغرب. ألف مبروك الفائزين الستة طبعاً اللي فازوا معنا في جوائز هالأسبوع من مسابقة حياتك أحلى على روتانا. لكن لسه باقي معانا فائزين والفرصة مشاهدينا لسه ما فاتتكم. أرجع أقول لكم رسالة واحدة بكلمة انضم لرقم بلدك، ومن يدري يمكن يطلع اسمك أنت من ضمن الفائزين بآخر جائزتين. خلونا نشوف الفاصل ونرجع مرة ثانية. اربح لغاية 40,000 ريال سعودي يومياً. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. إذن مشاهدين حانت اللحظة الحين اللي نعلن فيها عن أسماء الفائزين الأخيرين معانا لجوائز هالأسبوع. أذكركم بالجوائز: واحد منهم راح يفوز بجائزة يومية يصل مداها الأعلى إلى 40,000 ريال سعودي، أما الفائز الثاني راح يأخذ الجائزة الخاصة لهالأسبوع من روتانا وهي أنصة ذهب عيار 18 قيراط. وكالعادة مو أنا اللي راح أجري السحب، الكمبيوتر اختار بشكل عشوائي. الفائز معانا محمد من السعودية اللي فاز معانا في هالأسبوع. محمد مساء الخير. عليكم السلام، مساء النور. ألف مبروك يا محمد فوزك معنا. الله يبارك فيك. كنت متوقع تفوز ولا لا؟ والله صراحة مش متوقع صراحة خالص. ما كنت متوقع؟ والله ما كنت متوقع صراحة خالص. طيب بعد ما بلغوك الإخوان إنك فزت كيف حسيت؟ والله برضو مفتكر وأنت واحد بيلعب من الجيمان أصحابي المفتكرين المشتاق، أنا مكلمه مشترك المسابقة وأنت واحد بيلعب بي وأنت على الموضوع. لا مبروك يا محمد، فزت معنا أنت بالجائزة اليومية اللي يصل حدها الأعلى طبعاً إلى 40,000 ريال. نبارك لك مرة ثانية. بس يا محمد إحنا نبغى منك اليوم خدمة بسيطة، نبغاك تكون وجه الخير على 2 من المتسابقين اللي لسه حنعلن عنهم كفائزين من خلالك. أنت جاهز؟ جاهز، مش مشاكل تأمر أنت. شوف يا محمد اللي احتاجه منك، أول ما تلحظ عداد الأرقام بدأ يتحرك بشكل عشوائي في اللحظة اللي تقول فيها ستوب حيوقف الرقم وحنعلن اسم الفائز الأول بالجائزة اليومية. جاهز؟ أنا أقول توب. بس أبغاك تقول ستوب، ما أبغى أكثر من كذا. خلاص ماشي حبيبي ماشي. طيب تفضل يا محمد، الأرقام بدأت تتحرك. ستوب ستوب. أوكي، إذا هذا الرقم اللي فاز معنا بالجائزة اليومية لحد 40,000 ريال، ألف مبروك له. باقي يا محمد لسه الفائز الثاني، جاهز معنا؟ جاهز ماشي مش مشاكل. يلا خلينا نشوف بتكون وجهك خير على مين. تفضل يا محمد. ستوب.
ستوب. إذا هذا هو كمان الفائز الثاني بأنصة ذهب مقدمة من روتانا كجائزة خاصة. ألف مبروك لكل الفائزين. ومحمد ألف مبروك كبيرة وخاصة لك أنت كمان. الله يبارك فيك. بس الفائزين ده المفروض يدون حاجة كده، أنا وش خير عليهم. كيف؟ الفائزين ده أنا قلت فيهم الستوب ده المفروض يعطوني حاجة كده. يلا الفائزين هداهم يسمعونك، أعطوهم من النصيب، يستاهل محمد يا جماعة. هو اللي فوزكم. تستاهل والله يا محمد، وألف مبروك مرة ثانية لك، وإن شاء الله دائما نشوفك من ضمن الفائزين معنا في روتانا. الله يخليك حبيبي، تسلم لي ربنا. شكرا لك يا محمد. شكرا لك. إذا مشاهدينا كانت هذه جوائزنا لهالأسبوع، ثمان جوائز قدمناها في مسابقة حياتك أحلى على شبكة روتانا. سبعة منهم حصلوا على الجائزة النقدية اللي يصل حدها الأعلى إلى 40,000 ريال سعودي، وجائزة خاصة مقدمة هالأسبوع من شبكة روتانا أنصة ذهب عيار 18 قيراط. وإذا كنتوا تسألوني كيف إحنا ممكن يجينا الدور، الموضوع أبسط مما تتوقعون، كلها رسالة واحدة بكلمة انضم لرقم بلدك، ومن يدري يمكن تلقى اسمك ضمن الفائزين الأسبوع الجاي. في أمان الله. اربح لغاية 40,000 ريال سعودي يومياً. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين لرقم بلدك، كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية